بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من الإيمان بالله تعالى أن تؤمن بملائكته الكرام وبأسمائهم وأعمالهم وصفاتهم الواردة في الكتاب والسنة. يقول عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن من أعمال الملائكة التي يجب الإيمان بها هو دعاؤهم واستغفارهم وصلاتهم على المؤمنين بشكل عام أو بسبب أفعال صالحة مخصوصة. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول أبو العالية رحمه الله تعالى: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة هو الدعاء. وإذا آمنا عباد الله بأن الملائكة تدعو وتستغفر لمن يعمل أعمالا صالحة مخصوصة، أورثنا ذلك الحرص على هذه الأعمال، عل وعسى دعوة من الملائكة تنالنا فتكون سببا في مغفرة الله عز وجل لنا. فمن هذه الأعمال دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فاحرص على العلم الشرعي وتعلمه وتعليمه. فالملائكة كذلك تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكذلك الملائكة تدعو لمنتظر الصلاة ولمن جلس في المسجد بعد الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. ومن الأعمال دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة وأهل الصفوف الأولى، وخصوصا الصف الأول. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود. وفي رواية عند النسائي: على الصفوف المتقدمة. وفي رواية عند ابن ماجه: يصلون على الصف الأول. فاحرصوا عباد الله على هذه الصفوف. وإن من الخسارة أن ترى الرجل يأتي إلى المسجد ويجلس ينتظر إقامة الصلاة في آخر المسجد مسندا ظهره إلى الجدران، حتى إذا أقيمت الصلاة كان في الصفوف المتأخرة
فهذا فوت على نفسه خيرا كبيرا. ومن الأعمال كذلك دعاؤهم لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. رواه ابن ماجه. والملائكة تدعو لأهل الصدقة والإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، أي عوِّضه خيرًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا. متفق عليه. وكذلك دعاؤهم للمتسحِّرين أهل الصيام والمحافظين على هذه العبادة الجليلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه ابن حبان. والملائكة عباد الله تدعو لمن عاد مريضا وزاره في الله. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا أن يزوره مريضا مشى في خرافة الجنة، أي في جناها وثمارها، حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة أي في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه. وإذا حضر المسلم عند أخيه المريض أو أخيه الميت فلا يدعو إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على دعاء من دعا عند المريض أو الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. والملائكة كذلك عباد الله تدعو أو تؤمن على من يدعو لأخيه بظهر الغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم. فينبغي علينا عباد الله أن نحرص على هذه الأعمال الصالحة، وأن نبادر إليها وإلى غيرها من الأعمال، حتى لا تفوتنا رحمة الله تعالى وذكره لنا في الملأ الأعلى، وحتى نغتنم دعاء الملائكة، فإنهم كما يقول الله عز وجل عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اللهم ارحمنا برحمتك وجنبنا مساخطك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: عباد الله، كما أن الملائكة تدعو لأصحاب هذه الأعمال الصالحة، فهي كذلك تدعو وتلعن من يعمل أو يقوم ببعض الأعمال السيئة، فهي تلعن الكفار والمرتدين عن دين الله عز وجل، كما جاء في القرآن في أكثر من آية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهي تلعن كذلك أهل الإحداث في الدين وأهل البدع المنحرفين
ومن يؤوي أهل البدع وينصرهم ضد أهل السنة. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد والنسائي. فليحذر المسلم أن تناله هذه العقوبة الشنيعة، وليحرص على اتباع السنة وترك البدعة. والملائكة تلعن كذلك من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني. فاحفظوا للصحابة قدرهم ومكانتهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. والملائكة كذلك تلعن من يشير بالسلاح على أخيه، سواء كان حديدة أو سكينا أو سلاحا أو حتى سيارة ولو كان مزاحا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وفي لفظ: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وما أكثر ما نسمع من الحوادث والقتل بسبب إهمال هذا الحديث النبوي. والملائكة تلعن من انتسب إلى غير أبيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والملائكة كذلك تلعن المرأة التي تهجر فراش زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. فاحذروا عباد الله هذه الأعمال، وتمسكوا بالكتاب والسنة، وابتعدوا عن مواطن غضب الله تعالى تكونوا من الناجين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.